أعلنت وزارة الصحة اليوم شفاء 537 إصابة من مرض كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في البلاد 72307 حالات. وفي غضون ذلك أعلنت الوزارة تسجيل 571 إصابة جديدة بالمرض خلال 24 ساعة الماضية، في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 515 حالة.